ونبقى في فلسطين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 أشخاص خلال اقتحام منازلهم في بلدات مختلفة في القدس المحتلة. رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب قال أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله العلمي وأحمد العلمي من حي الصوانة، وأنس درويش وأحمد درويش ويزن وأنس أبو عصب من بلدة العيسوية. أشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل هؤلاء الشبان وعبثت بمحتوياتها قبيل اعتقالهم، لافتا إلى أنه سيتم عرضهم على قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية للنظر في تمديد اعتقالهم. معي المحامي والناشط الحقوقي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة. سيد خالد زبارقة، هل هناك معلومات عن أسباب اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية لهؤلاء الشبان المقدسيين؟ يعني تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها تقوم باعتقال مثيري الشغب والشباب الذين يواجهونها في عدة أماكن من مدينة القدس، لكن حقيقة الأمر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستعمل كل إجراءاتها القانونية بشكل تعسفي ومن أجل إخضاع الشارع المقدسي للسياسات الإسرائيلية. وأصبحت اليوم تلاحق كل من يرفض سياسات الاحتلال الإسرائيلية، سواء كانت سياسات عامة في القدس المحتلة من هدم البيوت ومصادر الأراضي وتنكيل بالأهالي، أو الذين يرفضون سياسات الاحتلال الإسرائيلية بما يخص تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. الشباك الإسرائيلي أو جهاز الأمن العام قال بأنه اعتقل مقدسيين من بلدة كفر عقب والرام بتهمة نقل معلومات للسلطة الفلسطينية. هل لديكم أي توضيحات حول هذه الاعتقالات؟ حقيقة أنا سمعت باستغراب هذا الخبر، كون أن هناك يعني خط ساخن بين سلطات الأمن الإسرائيلية، الشباك الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت ما يسمى التنسيق الأمني. ولذلك حتى الآن لا يعني أستغرب دوافع الشباك الإسرائيلي في اعتقال شباب بسبب أنهم حولوا معلومات، وأي معلومات تحولت إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو كأن الشباك الإسرائيلي يريد أن يقول أنه هو الذي يتحكم في تحويل المعلومات للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفقط حسب المعلومات الذي يريد هو أن يحولها وحجم المعلومات الذي يريد هو أن يحولها، ومن يريد أن يحول أكثر من ذلك يصبح حسب الشباك الإسرائيلي مخالفا للقانون. طيب خالد، يعني ختاما، بالنسبة للذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هل تم الإفراج عن بعضهم؟ هل تم تمديد اعتقال البعض الآخر؟ سيد الكريم، يعني يوميا نحن أمام اعتقالات تعسفية لأهلنا في مدينة القدس، لا يمر يوم بدون اعتقالات، ولا وبطبيعه الحال يعني الاعتقالات الشباب تعتقل وجزء منهم يعني يتم تسريحه وجزء اخر يتم تمديد توقيفه الى فتره معينه، وبعد تمديد توقيفه ممكن ان يتم الافراج عنه او يمكن تقديم لائحه اتهام والاستمرار في اجراءات قانونيه او اجراءات قضائيه بحقه. لكن الذي يجب ان نركز عليه وان نكشفه هو دوافع الاحتلال الاسرائيلي. دوافع الاحتلال الإسرائيلي والشباك الإسرائيلي هي ليست الحفاظ على النظام والأمن العام، إنما هي دوافع تهدف إلى إخضاع الشباب الفلسطيني وإخضاع الشارع الفلسطيني إلى السياسات الإسرائيلية. أشكرك شكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوقي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة.